رعى سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر شرق الأردن حفل انطلاق المخيم الأول لمجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك كاتدرائية القديس جوارجس أم السماق، والذي أقيم على طريق المطار بعمان. حضر الحفل كاهن الرعية الأرشمندريت بسام شحتيت والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن والقائد العام للمجموعة طارق مسلم. واشتمل الاحتفال على محاضرات كشفية وتوعوية وأنشطة متعددة لبناء روح الفريق بين الأفراد وعيش تجربة الحياة الكشفية. أول شيء بنشكر الله أنه خف الوباء قليلاً والوفيات انخفضت والإصابات كمان، ورجعت الحياة نوعاً ما إلى طبيعتها الأولى. ومن هذه العودة في سياق العودة كانت عودة الكشافة كمان في الرعية إلى جانب النشاطات والفعاليات الأخرى أيضا، وهذا أول مخيم نشكر الله عليه. اليوم بعد سنتين أو سنة ونص من الانقطاع رجعوا الكشافة يعملوا ويشتغلوا في هذا المخيم المقدم من قبل أمانة عمان. أول شيء بحب أشكر المنظمين لهذا المخيم اللي تعبوا من أجل تهيئة الأولاد. بحب أشكر الشباب والصبايا اللي عم بيشاركوا، اللي عددهم 50 عضو من بين الشباب والصبايا عم بيشاركوا بهذا المخيم. بنشكر كل اللي عم بيساهموا من خلال تقديماتهم من أجل تمضية هالثلاث أيام أيضا. شكر الكبير لكل اللي تعبوا، شكر لتلفزيونكم كمان نورسات اللي عم بيغطي هذا المخيم، عم بيغطي الفعاليات تبعه. وبنشكر الله اولا واخرا على هذه العوده، عدنا والعود احمده. بصراحه مبسوطه كثير اليوم انه رجعنا للنشاطات الكشفيه والنشاطات الكنسيه، وشوي شوي مع طبعا الحفاظ على اوامر الدفاع والتباعد والحفاظ كمان. الحلو بالمخيم القائد طارق اصر على انه كل الطلاب يفحصوا بي سي ار لكورونا على اساس يتاكدوا عدم اصابتهم، لانه بضلوا يعني هاي مسؤوليه كثير كبيره. لقينا تجهيزاتهم اللي عاملين فيها الله يعطيهم العافيه، الشباب منظفين ومزبطين الخيام، لكن أنا عندي عتاب شوي على أمانة عمان إنها كان لازم إنها تهتم بهالموقع، لأنه موقع مميز بقلب العاصمة عمان، يعني على طريق المطار، منطقة طبيعية جدا جميلة بتحيطها الأشجار والأماكن الترفيه الجميلة. كان لو تحافظ شوي على نظافة هذا المكان، تضبط الأسوار، لأنه الشيك اللي حول المخيم لقيناه شوية هيك مهدوم، فحفاظا على سلامة الموجودين بالمخيم كان لازم الشيك أو الأسوار الحماية اللي حول المخيم يكونوا مهتمين فيها أكثر. الأرضيات كمان، الحمامات يكونوا مهتمين أكثر، ممزوعة شوي الخيام والمظلات. فبتمنى على أمانة عمان ترجع تعيد النظر بهذا المكان، تعيد إحيائه، نظافته، تعيد تحيي المكان بطبيعته، بزراعة النباتات، الزهور، الاهتمام بالشجر. في شجر كتير مكسور مثلا، مكسر، وهيك لو تهتم شوية يعني وزارة الزراعة ممكن كمان تعطي شوية من هالأشجار يرجعوا يزرعوها في هذا المكان. فمثل هون كمان ما بتشوفوا في شلال مي طبعا لا يستعمل، أظن صار له أكثر من سنتين واقف. فيعني بتمنى على الأمانة تعيد النظر بهذا المخيم، ترجع تحييه زي زمان. كان زمان مخيم رائع عالمي، يعني يجي من كل أنحاء العالم يخيموا فيه، قد ما هو كان مثالي ونموذج. فقادرين أنه نرجع ونعيد نحيي هذا المكان ويرجع يكون نموذج. فهذا مطلبي من خلال نورسات ومن خلال أيضا مواقع التواصل الاجتماعي إذا بتنشروها، أنه نعطي توصل هاي الرسالة للأمانة. فيعطيهم العافية الشباب، يعطيهم العافية الكشاف، وإن شاء الله شوي شوي بنرجع لأعدادنا الكبيرة ونشاطاتنا الكتيرة، وكل سنة وإنتوا سالمين. أنا كثير مبسوط أن الأولاد متحمسين، راجعين بقوة، راجعين بنشاط، راجعين مشتاقين للكنيسة. بداية بحب أشكر القائمين على هذا المخيم. هلأ أنا هون وظيفتي كقائد مخيم مظبوط، أنا تكلفت بهاي الوظيفة، لكن كل الشكر بيعود للقيادة العامة قائد طارق مسلم، إلى أفرادي عشيرة الجوالي، هم اللي تعبوا على هذا الكامب، هم اللي اشتغلوا عليه، هم اللي حطوا خططه، هم اللي حطوا جداوله، هم اللي قسموا الطلائع.
وطبعا كل الشكر برجع لمجموعتنا الكبيره بشكل عام، هي عيله بالاحرى مش مجموعه كشافه بس، وشكر خاص لنورسات لانها دائما معنا سواء بكورونا او قبل كورونا، وهي معنا بعد كورونا دائما بتغطي لنا نشاطاتنا ودائما معنا خطوه بخطوه. الكشاف المرشدات كثير متحمسين على رجوع المخيمات، لانه بعد مرور زمن الكورونا على الجميع اشتاقوا انهم يرجعوا لحياه الخلاء والحياه الكشفيه، واحنا كمان كقياده متحمسين نعطيهم كل الشيء الجديد اللي عندنا. اليوم رجعنا لمخيماتنا كثير حلوه بعد انقطاع سنه ونص عشان كورونا، احنا كثير مبسوطين بهذا المخيم، والصراحه لحد الان المخيم كثير 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 حلو. بدي اشكر مخيمنا واللي عملوه، بدي اشكر كمان قائد طارق.